السلام عليكم أعزائي متابعي قناة ربحك. عندنا النهاردة معانا موقع تعدين جديد، لسه أول يوم ليه النهاردة. الموقع الإحصائية بتاعته فوق أول مستخدمين يوم واحد على الإنترنت. موقع جميل جدا، فيه مكافآت وفيه دي كلها مدفوعات في الموقع. ودي هنا الاستثمارات، هتحط هنا رقم المحفظة وهتنقل الرقمين دول وهنعمل تسجيل دخول. زي ما انتوا شايفين كده دي واجهة الموقع من الداخل، هتلاقي الموقع بيعدل معاك هنا اهو بسرعة. في عندك مكافأة يومية حصلت عليها، وفي مكافأة اللي يعمل فيديو للموقع، وفي مكافأة المدة، 3 مكافآت، وفي مسابقات، وهنا دردشة، وهنا عندك السحب والتاريخ اللي انت سجلت فيه والسحب والدعوات من هنا. يعني عندك هنا لما تخلص لما يجي وقت السحب بتاعك بيقول لك الحد الأدنى للسحب 1 روبل، تمام. وهنا عندك رابط الإحالة بتاعك اهو، بيديك 10% اللي يدعم عن طريقك. وهنا في مسابقات للي هم المستثمرين وللإحالات، وهنا المكافأة اليومية حصلنا عليها، مكافأة فيديو اللي يقدر يعمل فيديو للموقع تبقى 50 روبل، بس في اقرا الشروط بتاعتها. وهنا في مكافأة مقالات، يعني ممكن تعمل مقالات وتحطها عندهم على المجموعة بتاعتهم، هتاخد 10 روبل. هنخش كده على ايه، على الصفحة الرئيسية. مدفوعات، مسابقات، دعوات، الصفحة الرئيسية زي ما انتم شايفين. هنخش هنحط 10 روبل في الموقع، تيجي من تحت كده هنحط 10 روبل، هيدينا 2، يعني روبل ونص على ايه في اليوم. هندوس على ما يصل اليه، هنعمل توجيه ونعمل كونفرت. هنقول تمام اهو كده، السرعة بتاعتنا بقت 12 روبل. 12، هنشوف السرعة بقت كام كده. الوديعة ظهرت اهي، مدفوعات مفيش، لمدة يوم، اليوم ب1 روبل و80 سنت، لمدة 24 ساعة، لا 1 روبل ونص، مع الخطة المجانية بقى 1 روبل و80 سنت. وبكده يكون انتهينا من الشرح. لو عجبك الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك، والجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.